اليوم راح نعمل القراءة العاطفية لبرج الأسد. الطالع بينفع للطالع الشمسي والقمري. أنت يا برج الأسد شكلك بالذكريات والحنين، أنت شكلك بتفكر في الشخص هذا بدرجة كبيرة، شكله عندك لهفة لهذا الشخص أو تتذكر شو صار بيناتكو، بس بحنية بحب، مش يعني بذكريات مؤلمة، لا أنت بتحاول تتذكر تسترجع الذكريات اللي هي الحلوة. أنت شايف الشخص هذا متباعد ومختفي عنك، احتمال يكون هذا الشخص أنت شايفه روحاني جدا جدا، ويمكن يكون غامض. خلينا أشوف شكلك أنت، سبب اشتياقك إله واختفائه، يمكن هو مبتعد عنك، مبتعد على أنظار، قاعد لحاله، وحتى أنت نفسك ما بتعرف عنه أخبار ولا إشي، لكن هذا الشيء خلاك تحس بالحنين اتجاهه. طيب خلينا نشوف. نايت أوف واند والدف. الشخص هذا شكله عنده حماسة، وهو حاليا حماسته في التغييرات لنفسه. الشخص هذا عماله بيطلع من شيء، من موضوع، أو عنده حماسة للتغيير في شيء إدماني، ممكن هو شخص مدمن، شخص هو جاهز لتغيير حياته، هو بغير نفسه. كمان يمكن عنده شوية هيك حموة تجاه العلاقة. الشخص هذا بده يغير نفسه ويجيكم، لأنه شايفكم أنتم فرصة بالنسبة له. مشاعره الشخص هذا بحاول يحمي نفسه، لأنه هو مش مستعد للعلاقة، وحاسس نفسه أنه مش مستعد للعلاقة، فهو بحاول يتباعد ويحط حواجز بينك وبينه لحتى هو يتغير ويحس حاله أنه هو جاهز للانطلاقة. الشخص ده قاعد بيتغير أو بيطلع من موضوع ما، أو بس في الأحرى الشخص ده بيجهز نفسه لكم، بس هو يمكن متباعد عنكم، أنتوا شايفينه متباعد أو مختفي نهائيا. طيب خلينا نشوف الكروت الرومانس اللي بيحكوا لنا لبرج الأسد. فليرتي، هذا يعني انه يمكن علاقتكم بدها غزل من طاقتك المنارة للآخرين. طيب نشوف منيحة مانجمنت. هون بحكوا لك ارتباط، حياتك في الحب يصعد الى مستوى عالي من الالتزام. احتمال يكون هذا الشخص او انت شخص متزوج او شخص في علاقة خطوبة، يمكن انت، يمكن لانه شايفك انك انت يمكن خاطب او متزوج، يعني طرف ثالث في بيناتكم. واحتمال ان هذا الشخص بفكر بغير بنفسه عشان لانه طاقته التغيير، فهو يمكن بفكر انه هاي العلاقة تصعد للارتباط، انه يصير فيها ارتباط للبعض منكم، إذا أنتم يعني إذا قادرين في هالعلاقة ترتبطوا أو تخطبوا أو يصير خطوبة أو زواج. حتى لو كنتم منفصلين يمكن هالعلاقة تصعد لنوع إنه ترجعوا لبعض. طيب خلينا نشوف كروت. هو على استعداد لشيء ما، الشخص هذا على استعداد. هون بيحكوا لك الإجابة على مكالمة، ما الذي تدعوك روحك إلى فعله. كمان الشخص هذا بده يتسلكوا مكالمة، يبعث لكم مسج. الشخص هذا بده يحاكيكوا. احتمال هو بعده عنكم أو اختفائه، لأنه هو عماله بعيد العلاقة، بقيم العلاقة من أول جديد، لأنه شايفكوا الإس أوف مانتيكال، مشاعره من ناحيتكم بده بداية جديدة معاكم، لأنه شاعر إنه أنتوا الشيء اللي بيتمناه. فهون بيقولوا لك فيك مكالمة راح تجيك،
انت شو روحك تحكي لك، هل انك تجيب عليها او لا. هي طبعا بيجي لك انك، لانه حس العلاقه هاي كانها ماتت، انت يعني بده يتم احيائها من اول جديد. هو شايفها هيك ان العلاقه هاي ماتت، يعني في الشخص هذا يمكن يكون في ارتباط، في زواج، واحتمال هذا الشخص بيعمل حواجز او بتباعد، بعيد العلاقه من اول وجديد، بعيد نظرته للعلاقه عشان يرجع. فالشخص هذا بيستعد لرجوع لكم، لانه انا حاسه انه الشخص هذا كان متباعد عنكم لهدف الشفاء من شيء ما. خلينا نشوف، النصيحة لك يا برج الأسد، بس هم بيحكوا لك إنه في مكالمة جايتك، حضر حالك لها. الشخص ده رح يتواصل معك يا عن طريق الإنترنت، مسج، أي شيء أنت يعني. إيه هون بيحكوا لك بيس، السلام يأتي، متذكر أن الحب فقط هو حقيقي. هو طلع لبرج على فكرة سرطان أعتقد، بس هون إذا بدك تحس بالسلام الداخلي بدك تتأكد إنه الحب حقيقي، مش إنه هو مثلا خرافات أو خداعات، أو يمكن أنت بتعيد نظر في العلاقة وهو بليد كمان نظر في العلاقة، يعني إعادة ذكريات، إعادة ماضي. طاقة الشخص هذا لإبريل، الشخص هذا إما تشافى من شيء، أو الشخص هذا مستقر، يمكن في زواج. الشخص هذا يمكن عايش في العشر كوبايات. الشخص هذا أعتقد إنه هي متزوج، أو هو بجهز نفسه لأنه هو جاي متجه إليك، وهو شايفكو يعني شخصيتكو، شايفكو اللي هايرفنت، معناته الشخص هذا ناوي زواج، وشايفكم انكم انتم تصلحوا كزوج اذا انتم مش في علاقه. اذا كان هو في علاقه او متزوج، فهو يا بنفصل عن هاي العلاقه، او جايب لكم عرض اللي هو تكونوا طرف اخر في العلاقه. خلينا نشوف شو الكروت بيحكوا لنا. نشوف ليش وصلت الطاقه هاي. هو طاقة الاستقرار، مستقر هذا الشخص، متجمد حاليا. على فكرة الشخص هذا بيراقب الأحداث من بعيد، على فكرة الشخص هذا بيراقبك من بعيد، بس أنت مش مدرك إنه هذا الشخص بيراقبك. وهو شاعر بسعادة من خلال مراقبته إلك، وهو حاسك إنك أنت كل مالك بتزيد، يعني عز، يعني كل ما أبعد عنك هذا الشخص أنت بتزيد نجاحات وطموحات. وشافك انك انت كمان احتمال انك انت بعد ما دركك هذا الشخص استقريت اكتر، فهو شافك مستقر. فهو شاعر بالاستقرار من ناحيتك، انا الشخص هذا حاسس انه شافك انت مستقر فاستقر على هواك. احتمال الشخص هذا تبعد عنك وتزوج، دخل طرف اخر، او استقر في حياته، لكنه الغريب انه هو شافك انت بده فرصه وبدايه جديده معك، شاعر انه هو بده بدايه معك، شاعر انه انت الاستقرار. فالشخص هذا يمكن تشافى، طلع ممكن من نكسه يعني صحيه، طلع من ادمان معين، ممكن كان في عمل وغير عمله وجدد عمله لشيء اخر. بعدين هو تخطيطه انه بعد ما يخلص هذا العمل انه يتجه لك، لانه الشخص هذا متجه اليك، الشخص هذا شافك حاسس انك انت يعني كل الخير، وجه الخير، وشافك انك شخص ناجح، ناجح جدا جدا، وشاعر انه هو لما تعرف عليك غيرت له كل حياته، غيرت له حياته طبعا للافضل، لانه هو شافك انك انت الاسف بنتك، انت فرصه، هو تعرف عليك وشافك فرصة سعيدة بالنسبة له. فهو شاف انه انت الشخص اللي كل ما يطلع عليه بحسه انه الشخص هذا حاسس انه مستقر او جاهز نفسيا انه
يقدم لك فرصة أو عرض مال، لأن الشخص هذا بده يتسلك. فالشخص هذا حاسس طاقته فيها سعادة، هو سعيد يعني مستقر، هو نفسيا مستقر. في شيء هو تركه انفصل عنه، شيء تغير في حياته. فهو نفس الشخص هذا لو أنا شفت إن الكروت هدول العكس، أو إنه مثلا شافك ابتعدت رحلت عنه، يمكن أحكي إنه خلاص استقر وروح لحياته. لكن هذا الشخص شافك إنه أنت الفرصة وأنت الأمبرس وأنت الهارفنت وأنت ثلاث كؤوس، فمش قادر أشوف في القراءة إنه الشخص هذا متزوج. حتى لو كان هذا الشخص مستقر في زواج، فالشخص هذا بده إياك برضه أنت. بس الشخص هذا يمكن نجح في مشروع، نجح في التخلص من إدمان معين، عشان هيك تبعد عنك مختفي الشخص هذا. في شيء هو غيره، في شيء جدد طاقته، ابتعد حتى يقيم العلاقة من أول جديد. فالشخص هذا شاعر إنه بده فرصة معك، وشاعر إنه أنت جميل جدا، هو منجذب لك هذا الشخص، هو حسك إنك أنت فرصة، هو حس إنه هو كأنه بده يسترجعك لحياته، لأنه حس إن أنت شخص لا تعوض. فهو شافك الإمبرس والإس أوف بنتكل، يعني شخص ممكن أنت مرتاح ماديا وهو مرتاح ماديا، يعني هو شخص مرتاح ماديا مبدئيا عندي في الطاقة، هو مرتاح ماديا. أو يعني لو مش مثلا مش شرط ان تكون الطبقة العالية، لكن هو شايف انه يعني انت شخص ناجح في عملك، وشاعر انه انت شخص عامل مجهود كبير في عملك وناجح، انت شخص ناجح بالنظرة، انت شخص ناجح وشخص جميل جدا وجذاب جدا، وهو زي حس انه انت فرصة سعيدة في حياته. نفس ما حكيت لك، الشخص هذا بحبك جدا على فكرة، هو متجه اليك، هو في مكالمة منه انتظره، ولكن احتمال انت يا برج الاسد انه انت محتاج شفاء. يمكن انت بتحن لهذا الشخص لكن مع قفلة قلب، يعني قافل قلبك عن الحب. فاحتمال انه انت الشخص اللي شفاك انك مثلا ما بدك ترجع له، فزاد شغفك زاد شغفه لك، شفاك شخص يعني عارفينت، شافك شخص يعني جامد نوع، يعني شخص احكي لك كيف، شخص انت عارف شو بدك، وانت على فكرة صريحة مواقع التواصل، يمكن انت عندك مثلا تلقي كلمات، مثلا عندك خلينا اشوف اكتر. الشخص هذا شكله يعني بده اياك بشدة، خلينا اشوف هو ليش شايفك الاسم كان ذكر. تمام، الشخص هذا بحبك، بده تسامح الشخص هذا غير نفسه، يمكن عذبك كثير يا برج الاسد، وحس انه هو غلبك في العلاقة معاه، وراح غير نفسه وبده يرجع يتجه إليك. خلينا اشوف يمكن هو شافك مشهور على السوشيال او بتعمل انجازات على السوشيال، يمكن انت شخص فنان، شخص انت بتعطي نصائح، شخص روحاني، يمكن انت بتشتغل في الصحافة او بتشتغل في مثلا قنوات الك خاصة، انت بتلقي عليها دروس، عبر، في اشي انت مشهور فيه، وشافك مشهور، شخص مشهور مرموق. انا شايف انه هو شايفك اكثر اشي على مواقع التواصل وبروبا، ومعجب بشخصيتك جدا جدا. اذا الشخص هذا كراش، فهو شايفك ان انت تصلح الزوج وفيك كل الصفات كاملة. قراءتكم حلوة يا سيدي. انا اكثر من هيك حب مش راح احكي لكم، يعني هو شايفكم انه الحب الفائض، يعني الحب اللامشروط. هو شايفك شخص
نظرة عينيك بتجذبه. يمكن انت عينيك حلوين شوي، فشايفك شخص يعني جميل جدا، انيق، محب، طيب، شايف فيه كل الصفات اللي هو بتمناها عند الشخص، فهذا الشخص بده يرجع لك. طيب، طب خلينا نشوف ليش هو شايفك الهارفنت، يعني أنا ممكن احتمال تكون في بينك طرف ثالث، احتمال انت دخلت في خطوبة مؤخرا. انا يعني حس القراءة انها سهلة مش صعبة، يعني يمكن انت شايف هذا الشخص متباعد، لكنه مش متباعد، هو بغير من نفسه، وغير من نفسه هذا الشخص، وهو جايكو. الشخص هذا بيخبي مشاعره فكرة عنكم، هو قصد انه يخبي مشاعره عنكم، فهذا الشخص شايفك انك انت مصلح اجتماعي، يعني انت بتصلح بين الناس، بين المشاكل، انت عندك قيم ومبادئ انه تكون دائما شخص قيادي وشخص تلقي كلمة الحق، يعني انت عندك الحق بتحكيه وبتلقيه، حتى لو انت اللي غلط فبتحكي انا الغلطان. هو شايفك انك انت شخص بتعرف تفض المشاكل الصعبة، وشايفك شخص يعني ناجح وشخص قيادي بامتياز، وشايفك انك انت يمكن الناس تيجي تستشيرك في الروحانيات، يمكن انت شخص بتطبطب على وجع الناس. هو معجب بشخصيتك لانه انت شخص بتطلع من الصراع بسرعة، يعني اذا عندك صراع بتتركه وبتروح او بتخليها على ربنا، يعني انت مؤمن في انه في مقولة ما بحكي عندي هم يا رب عندي هم كبير، بحكي لا يا هم عندي رب كبير. وشايفك مؤمن بالله ومؤمن انه ربنا هو اللي بيحل لك مشاكلك، انت بتتركها لربنا، وبنفس الوقت انت بتحل مشاكل الاخرين، بس بتحلش مشاكلك، انت بتتركها لربنا. وهو شايف شخصيتك مرحة جدا 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 جدا، وانه انت الاشي اللي بدك اياه انت بتعرف الطولة تروح توصله. هو شايفك انه انت يمكن شوي بتظهر فرحك، لكن في اشياء انت بتظهرهاش، شخصيا انت شوي هيك بتحب انه تكون غامض بعض الشيء، يعني عندك شوية غموض يا برج الاسد. هو شايفك شوي غامض، فيك شيء غامض، فيك من نوع من الغموض، او انت بتحبس انفاسك لاخر لحظة، وانت بتكون تظهر لانك شخص مرح وشخص شغوف وشخص بتعرف الشيء اللي بدك اياه تروح تجيبه، او وشايفك كمان يعني انك انت شخص اللي داخلك بتطلع تحكيه، يعني اذا انت من دائم اشي بتحكي بتروح بتحكي انا من دائم كذا وكذا وكذا صريح، وبعض الشيء غامض، يعني بعض الغموض وبعض الوضوح. وشايفك انك انت شخص شخص مرح، بتحب تضحك، بتحب الاصدقاء، بتحب مساعدة الاخرين، وبتحب تشارك الناس بافراحهم. وشايفك شخصية مرحة، شايفك شخصية مرحة، وكمان شخص إذا حدا أجى حكى لك سر أنت تتكتم عليه، وشايفك شخصية يعني هو بيتمناها، وهيك شايفك. كمان خلينا نشوف، عشان هيك الشخص هذا على فكرة حس حال إنه هو شخص من داخله هو بده تغيير، هو حاس انه لازم يصير زيك بالطاقة اللي انت فيها، طاقة المرح والفرح، مساعدة الاخرين، حتى لو انت عندك هم انت بتساعد الاخرين، بتباشر، بتترك همك لربك زي ما حكيت لك. انت من قاعدة ما بتحكي يا رب عندي هم كبير، بتحكي يا هم عندي رب كبير، فهو بتساعد الاخرين، يعني بتشارك في مساعدة الاخرين، بتحل قصص الاخرين. في ناس هو حس انه في ناس كتير حواليك زي بيستشيروك، وهو على فكرة الشخص شايف برضه انه في ناس
برضه أشخاص حواليك، على مواقع التواصل، على التعليقات، بيكتبوا لك كومنتات، أبو حلو إنه يفوت معاك بصداقة، وشايف إنه في حواليك ناس كتير. الشخص ده هو شايفك إنك أنت جذاب، فإذا أنت جذاب أكيد راح يكون في حواليك ناس كتير. والشخص هذا قرر إنه يتغير، في شيء قرر إنه يتغير. على فكرة لما قالوا لكم إنه حياتك العاطفية رح تطلع لمستوى أفضل، فأنا بحكي لكم هو بفكر في الارتباط والرجوع في وفي الارتباط كمان. الشخص هذا بده يرتبط فيكم، هو حاسس إنه كل شيء كمال وجمال عنده، لكن هو حاسس إنه مفتقد الشغف أو الغزل في هاي العلاقة، أو هو مش هاي العلاقة نفسه، هو شخص مشتاق لغزلكم. لهيك على فكرة الشخص بتواصل معاكم، الشخص هذا بتواصل معاكم بس انتوا بتحسوش، عشان هيك انتوا بتشتكوا ذكريات لورا. بس انت في طاقة منيحة، بس ذكريات منيحة مش ذكريات مؤلمة او انت تعبان من هاي الذكريات، لا انت بتحن، مجرد حنين، عندك حنين للماضي، حنين. احتمال تكون انت اكبر من الشخص هذا والبعض منكم، احتمال تكونوا انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا، والشخص هذا راح غير عمله، غير اتجاهه لفترة لحد ما يطلع من مثلا الحزن اللي سبب لكم اياه، او الاستنزاف للوقت تبعكم، استنزاف لصحتكم، فحس نفسه انه لازم يتغير عشان يصير بالمستوى اللي انتم فيه. يمكن انتم مستواكم ارقى اعلى، يعني مش يعني كلنا طبعا منختلفش عن بعض في المستويات، لكن قصدي انه انت مثلا عندك نضوج اكتر في المال، في العمل، شخصية مثلا مرموقة، في اشي في اختلاف بيناتكو، مستويات. احتمال انه يكون انت مختلف عنه في العقيدة للبعض منكو، او العادات والتقاليد، المسافات، المدن. احتمال انتو من مدينة والشخص هذا من مدينة، لانه شافك انه عمواقع التواصل انك بعيد. طيب خلينا نشوف، محبتكوش الأبرز يا جماعة. الحوت، العقرب فقط. الشخص هذا ناوي نية منيحة من ناحيتكم للارتباط، عشان هيك الشخص هذا هو ناوي ارتباط. الشخص هذا مشتاق لكم جدا جدا، مفكر فيكم جدا جدا، وناوي على ارتباط. وعندنا هاي البنت اللي هو الثور والحمل. احتمال الشخص يكون هذا برج الحمل، طاقة هوائية أكثر من طاقة ومائية. طيب خلينا نشوف شو نواياه، شو خطوة القادمة اتجاهك. الشخص هذا بده ارتباط. على فكرة الشخص هذا يمكن غدركم في الماضي، سبب لكم ألم، وهو بحاول إنه يشيل الأعباء الماضي على نفسه. الشخص هذا نوايا يتواصل معكم، يعني كانت التواصل كله طلع لكم، وهون كانت في مكالمة هاتفية راح تجيكم، وهون انه الارتباط علاقتكم راح تطلع لمستوى اعلى. هون بيقولوا لك انت بيجيك السلام الداخلي لما تآمن انه في حب. فالشخص هذا ناوي يتواصل معكم، نوايا انه يتواصل معكم ويوضح لكم بالضبط ايش صار معي. الشخص هذا بده يوضح، في شيء بده يوضحه. بما هذا الشخص تركه فجأة على فكرة، وانتو تفاجأتوا انه تركه فجأة، يعني انتو فكرتوا تخلى، هو مش تخلى، هو راح يغير شيء اثناء كان معكم في العلاقة. هذا الشخص لما كان معكم في العلاقة كان مشوش، مخه مخربط، فهو غير القواعد عنده، غير قواعد نفسه، غير تفكيره، نفسيته، عمله، في شيء غير الشخص هذا واتجه لكم، رجع لكم، في شيء من الماضي. الشخص هذا بده يطلع من الصمت، طيب خلينا اشبهه برج الميزان وبرج الثور كمان مرة طلع معنا.
الشخص هذا بده يطلع من الصمت وكأنه بده يعطيكوا حقكم، هو حس انه غدركوا في الماضي. طب خليني اشوف شو خطوته. دبل العذراء، ايه عفوا الهارمنت، هو برج العذراء طبعا. الدبل برضه مش فاهم خطوطه، يعني عكس بعض. هو بده يحكي لك كلام قعد فترة طويلة وهو يفكر فيه، وكان يفكر فيه بشراسة، يعني كان هذا التفكير ما يفارق مخه نهائيا. الشخص هذا زي بده يرجع وهو جايب لك أخبار أو مبررات أو الأشياء اللي عملها فيك بده يبررها، الموقف اللي حطك فيه بده يبرره، بده يطلع من الصمت ويطلع يجيك على هيئة شخص فهمان زي أنت بالضبط، بده يقلدك، بده يعمل زيك، يحكي بالعقل، بالعقل، ويحكي بطريقة العدل. طريقة العدل، الشخص اللي بيبعث لك رسائل، يجرب يبعث لك رسائل ويحكي معك في العقل، ويحكي لك شو الفترة الطويلة هاي اللي تركها فيك، ايش عمل وشو الإنجازات اللي عملها، وكيف كان يغور عليك أو كيف كان يفكر فيك بدرجة كبيرة إنه أنت ما كنت تفارق مثلا عقله. طيب خليني أشوف برضه عشان إحنا نطمن، مع إنه هون مبشرات الكروت، يعني مش عندي نصائح وخطوات و مشاعر ورويات، بس خلينا نشوف عشان طلع الدبل والهارمنت بسبب. خلينا نشوف الشخص هذا شو بده منك يا برج الأسد. خلينا نشوف على فكرة هذا الكارت اللي قلت لكم إنه غدركم هذا الشخص أو عملكم عامل فيكم مقلب، انسحب زي خدعكم وانسحب. الشخص هذا بيحاول يطلعك من حالة الفقدان اللي حسسك فيه او الغدر اللي طلعك فيه في العلاقة، يعني طلعك من العلاقة بغدر، مش مثلا انفصلتوا بدون اي مشاكل، لا شكلكم انتم تمشكلتوا كثير وهو كان القاسي اكثر. فالشخص هذا زي بده يرجع يوازنك من اول وجديد، يرجع يعطيك حب من اول جديد، يطلعك من حاله الزعل. طيب نشوف برج السرطان كمان طلع معنا، خلينا نشوف لكم كمان كارت. طب هل هذا الشخص ناوي يرجع؟ هي راجع، بس الشخص هذا هو مخربط، مش مخربط، هو حاسس انه هو قسى عليكم، فالشخص هذا بده يرجع يبرر لكم، ايوه يحط لكم مبررات للمواقف اللي حطكم فيها، يعني مثلا غدرك بشيء ما، الشخص هذا بده يرجع يبرر، بده يجي يظهر براءته. بيصير براءته، انا عملت كذا وكذا عشان انا مثلا كنت في حاله ادمان بدي اطلع منها وما كنتش راح اقدر اتزوجك وانا في حاله ادمان مثلا. إيه انا كنت في زواج وانفصلت في هذا الزواج وبقدرش اخليك طرف في حياتي وانا مش مستقر مثلا ماديا اسريا. الشخص ده يجي في مبررات، وزي ما حكيت لكم بده يطلعكم من الاحساس اللي حطكم فيه هذا الشخص. بده يرفعكم لمستوى احسن وينسيكم الغدر اللي هو عمله فيكم. طب خليني اخذ لكم نصيحه قبل ما نختم الحلقه. نصيحه لبرج الاسد، الاسد عفوا، ايش تبع هذا الشخص؟ انت زعلان برج الاسد، انت في الماضي لساتك، انت في الذكريات. هون بقولوا لك السلام الداخلي ما بيجي لما نعرف ان الحب حقيقي، فاطلع من الماضي وذكريات الماضي وحاول اسمع من الشخص هذا،
انا الشخص اللي فعلا بحبكم هو ندمان جدا اكتر منكم، ندمان على اللي عمله فيكم. الشخص ده احتمال تركه فجأة بدون سابق انذار، وممكن تدخل في علاقة اخرى، لكن هذا الشخص هو راح يغير حياته في شيء، هو راح يغيره. فهون بقول لك النصيحة انك تطلع من الزعل والكاسات المسكوبة. لو انت في الذكريات فعلا، انت في الذكريات، انت في الذكريات، انت بين الذكريات المؤلمة والحلوة، بين الحنين الايام الحلوة، بين المأساة اللي انت مرقت فيها في العلاقة هاي. فهو بقول لك نصيحتك اطلع، لان هون حكوا لك السلام الداخلي بيجيش الا لما تطلع من الزعل. وحكيت لكم انا كل الابراج ان شاء الله. بتمنى تكون القراءه عجبتكم، احكوا لي شو قصتكم يا جماعه في التعليقات. هل هذا الشخص فجاه تركه وحسيته بغدر وحاسين انه كان عنده شويه حزن ناحيته؟ فحكوا لي هل هذا صحيح. وشكرا لكم يا برج الاسد. إيه لو سمحت، إذا كنت جديد معنا في القناة